أنت حينما تؤمن أنه لا معطي إلا الله، ولا مانع إلا الله، ولا معز إلا الله، ولا مذل إلا الله، ولا رافع إلا الله، ولا خافض إلا الله، أنت حينما ترى يد الله تعمل وحده، حينما ترى أن الله عز وجل في السماء إله وفي الأرض إله، أمرك بيده، رزقك بيده، أهلك بيده، أولادك بيده، من حولك بيده، الأقوياء بيده، الطغاة بيده، الصالحون بيده، فلذلك اعمل لوجه واحد يكفيك الوجوه كلها.